أهلا بكم مشاهدينا في أهم أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في بغداد وأربيل. فقد ذكرت مصادر صحفية في أن بورصة الكفاح والحرثية المركزية في بغداد سجلت اليوم سعر البيع 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، على حين بلغت أسعار الشراء نحو 147 دينارا ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، وسجلت البورصة في أربيل 148 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. أفادت مصادر أمنية باعتقال 4 موظفين في شعبة الحسابات التابعة لدائرة صحة نينوى على خلفية ملفات فساد. وأكدت المصادر أن الشعبة لم تسلم المستحقات المدخرة التي وزعت الدائرة مؤخرا، وأن هناك نقصا في حسابات المستلمين، مؤكدة أن هؤلاء الموظفين وقفوا للتحقيق معهم ومعرفة أسباب هذا النقص. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 8 حاويات خارج الضوابط الجمركية في ميناء أم قصر الأوسط في البصرة. وذكرت الهيئة أن منفذ ميناء أم قصر الأوسط ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد وضوابطه، تحتوي على مستلزمات طبية، إذ تم تلاعب في الكميات المصرح لها بالدخول. أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضر التركية أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة في أكبر مستورد للفواكه والخضر الطازجة في شهر تشرين الثاني الماضي. وذكرت الجمعية أن تركيا صدرت الفاكهة والخضر الطازجة في شهر تشرين الثاني بقيمة بلغت نحو 368 مليون دولار، مؤكدة أن العراق حل بالمرتبة الثالثة في قائمة المستوردين بقيمة 31 مليون دولار بعد روسيا التي احتلت المرتبة الأولى، تليها أوكرانيا في المرتبة الثانية. قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جاباروف إن بلاده تسعى إلى رفع حجم تجارتها مع تركيا إلى 25 مليار دولار. وأشار جاباروف عقب الاجتماع السادس لمنتدى العمل التركي الأذربيجاني الجورجي في العاصمة باكو أن أذربيجان سجلت زيادة في حجم تجارتها مع تركيا وجورجيا في الوقت الذي دعا المستثمرين في البلدين للمشاركة في المشاريع التي انطلقت على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، في حين أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية في جورجيا أنها تؤيد تعزيز العلاقات القائمة مع تركيا وأذربيجان أكثر مما هي عليه اليوم. استقرت أسعار الذهب عند 1967 دولارا للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1769 دولارا للأوقية. وتراجعت أيضا أسعار المعادن الأخرى، هي الأخرى سجلت الفضة سجلت 21 دولارا و88 سنتا للأوقية، وتراجع البلاتين 0% و10 درجة، وارتفع البلاديوم 0.17 درجة، في الوقت الذي يراقب التجار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة ما إذا كان يحفز من تسريع برنامج شراء السندات ويقدم توقعاته لارتفاع أسعار الفائدة. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.